الله حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما كاينش القلوب الرحمه، ما كايناش. 20 يوم وانا كنطلب الاغاثه، 20 يوم وانا كنطلب النجده، واش ما كايناش قلوب الرحمه يا اخواني؟ يا الله جزاكم الله خيرا. كان ماشي شي عمليه، لانها كتحتاج ماشي مشكل وقت ما داش عمليه، راه خص دار في اقرب وقت والا غتضيع في يدينا. ما بغيناش الدريه هذه تضيع في يدينا، الدريه راه باقا صغيره، باقا يلاه حلت عيني، باقا عندها بزاف ما يدير في الحياه، باقا تقراها، باقا توصل لفين فين كانت كتمنى. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. حاولوا تدخلوا معنا اللي يقدر يوصل، بارطاجيو هذا الفيديو، الله يجازيكم بخير، باش توصل الجهات اللي تقدر تعاونها، سواء محسنين، سواء جمعيات، سواء اي واحد اللي يقدر يعاوننا. حتى هذاك اللي كيشوف هذا الفيديو كيبان لي انه ما يقدرش يعاون، يعاوننا ببارطاج، راه تقدر تعاون بارطاجي. الله يجازيك بخير باش الفيديو يوصل، الله يرحم بها الوالدين. الحليله ديال العظم هي اللي كتبين المرض فين وصل. يلاه درتها اليوم وصبا حنوا عليا، الله يجازيكم بخير. ماما كيقولوا لي ان الحل الاخير اللي عندك هو الزواج، حيرا ما فراتش النخا، المرض يرجع لك في اي لحظه. ورجع عليا ثاني مره، الله يجازيكم بخير. حنان الجزقي العمر ديالي 18 عام، دابا قريب عام من شهر 5 ديال 2017. في البداية ديال ملي قرب ليا الامتحان بقات ليا تقريبا شي 15 يوم باش ندوز الوطني. ما تبكيش، ولكن الحمد لله الشي ديال الله. ما تبكيش يا بنتي، دابا انا حاجة غادي كنترجم من الله ومن المحسنين.